أهلا بكم من جديد. قبل أن أذهب إلى هذه المادة أريد أن أذكر فقط بأن مباراة الأهلي والهلال اليوم الخميس سيكون هناك تغطية موسعة عبر نشرات الرياضة في العربية في 7:30 توقيت الرياض، أيضا النشرة الأخرى عند 12:00 تماما بتوقيت الرياض. سيكون هناك تغطية موسعة لهذه المباراة، القمة الكبيرة المنتظرة بين حامل اللقب والفريق المستعد هذا الموسم للذهاب إلى أبعد نقطة وصل لها منذ سنوات كثيرة. اليوم في دبي عقد الكاميروني أشي الإيمانة لاعب الهلال السعودي المنتقل بالإعارة إلى أهل دبي، عقد مؤتمره الصحفي الأول في دبي بعد أن نجح في اجتياز الكشف الطبي. تم تقديم إيمانة رسميا للإعلام قبل أن ينضم إلى التدريبات تحت قيادة الإسباني فلوريس كوكي. قبل ذلك أيضا أجاب إيمانة على عدد من التساؤلات وخاصة أسباب تركه لفريقه السعودي. أجاب أيضا على سؤال الزميل ظفر الله المؤذن عندما قال له هل رفعت إصبعك فعلا في الدوري السعودي ولمن كنت توجه هذه الحركة، فأجاب عن ذلك وأجاب أيضا عن الكثير من التساؤلات التي حاصره بها الزملاء الصحفيين. أعترف بأن مشواري مع الهلال حتى ولو كان قصيرا لم يكن ممتعا ولم أنجح في التأقلم، كما أنني اختلفت في وجهات النظر مع المدرب الألماني ولم تكن لدي مشاكل مع أي كان، لا سامي الجابر ولا غيره. الحركة التي أشرت إليها والتي صدرت عني كانت عفوية، لم أكن أقصد أي كان، وكل لاعب له أسلوب أحيانا في التعبير عما بداخله وهذا هو أسلوبي. إذن هذا الملف الشائك الذي أتعب الكثير من الصحافة والصحفيين في الكرة السعودية، الآن إيمانة يغلقه بهذا الحديث. أتمنى أن يكون يغلقه ولا يفتحه من جديد. هذه وقفة مع اليوم الرياضي في دقيقتين. في الدوري السعودي يحل الاتفاق الذي احتل المرتبة الرابعة ب35 ضيفا على هجر صاحب 18 نقطة، مباراة الذهاب انتهت سلبية. وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية سيكون التعاون على موعد مع ضيفه القادسية، رصيد التعاون وصل إلى 13 نقطة فيما يملك القادسية أكثر بنقطتين، كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله. التعاون تعادل في المرحلة الماضية مع الهلال وخسر القادسية أمام الشباب. وعلى استاد مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز الرياضية يلعب الفيصلي أمام ضيفه نجران، رصيد كلا الفريقين وصل إلى 16 نقطة، مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف للجانبين. وصلت اليوم البطاقة الدولية للاعب السويدي لاعب الهلال كريستيان فيلهامسون مرفقة بإيقافه عن اللعب لثلاث مباريات بقرار انضباطي صادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم. في الجانب الآخر خاطبت إدارة النادي السعودي الاتحاد المحلي لتحري قانونية مشاركة اللاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم أمام الأهلي. حافظ المنتخب الأسباني على صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تلته هولندا وألمانيا والأورغواي وإنجلترا على التوالي. عربيا احتلت الجزائر المركز 32 والأول عربيا، ثم مصر التي تراجعت 5 مراكز واستقرت في 36، فيما صعد المنتخب السعودي 9 مراكز ليأتي سابعا بعد 80. في الدوري المصري تغلب الأهلي على نظيره اتحاد الشرطة بهدف وحيد سجله محمد بوتريكا في الدقيقة 70. بهذه النتيجة اعتلى الأهلي الصدارة برصيد 33 نقطة. ليلة ترقب وانتظار لعريس سيخرج من ليلة العروس، ليلة يلتقي الأخضر بالأزرق في قمة 2012. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، وأنا ألقاكم. إلى الخميس رزبها نور القمر شط البحر نصف الشارع والليل من فرحه عريس ليلة الخميس.